السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. الآن بدنا نتعلم مع بعض طريقة تركيب قاطع جبسن بورد هندسي بالشكل الصحيح. خلينا نستمتع مع بعض وإحنا بنتعلم نسمع المعلومات المفيدة. طبعا هون بنركب الليزر، لو مش موجود الليزر عندنا عادي بإمكاننا نشتغل على الميزان. والخطوة اللي بعديها بنركب الفكات على إطار الليزر، يعني على الإطار الغرفة أو القاطع اللي إحنا بدنا إياه بنبلش نركب تركات. طبعاً مسمى هاي التركات في الخليج، لأن أنا أشتغل في السعودية وفي الإمارات في عمان بسموها واقف ونايم. إحنا بنستخدم الإطار ترك، وإن وجد القواطع بتكون على الصد، فهي بين الترك والصد، وإن ما وجد الصد خلاص بتكملها كاملة على تركات. طبعا هيك بنبلش نجمع بالفينار او الاطار تبع القاطع ونشغل تسكير كامل، الا اذا كان في مكان في ابواب. مثل ما انتم شايفين هيك قاعدين نجمع فيهم على خط الليزر. لو مش موجود ليزر بنوزن القطعة الاولى والثانية اللي قبال بعض الوسطات على الميزان، طبعا بعد ما ناخذ قياس من الجدار، وبعدين نجمع اللي فوق واللي تحت. طبعا ان ما وجد عندك فرد التركيز بامكانك تستخدم فرد الطلقات او دريل برغي واسفين. وهيك بنكون انهينا لف الاطار. طبعا هذا القاطع راح يكون صلب بدون حركات، ولكن القاطع اللي قباله فيه حركه باب. والان بنقطع او بناخذ قياس القاطع على ستينات، بنبلش من الزاويه هاي مثلا من فوق، ومن الزاويه اللي تحتيها مباشره بنبلش نقطع ستينات. بعض الاحيان بتلاقي بعض المعادن بيشتغلوها مثلا 30 او 40 وببلشوا يعدوا، هاي حسب اتفاقك انت والزبون. ولكن هندسيا انت بتقطع على 60، لانه لوح الجبسن بورد اصلا هو 120 سم، فراح يكون قاطع بالبدايه اللي هي من البدايه الصفر، بعدين وسط 60، بعدين الطرف 60. طبعا طرف 60 راح يكون قطعه الترك او الاسطر راح تكون بوسط ال 60، يعني لانها هي 2 سم ونص، يعني بدها تروح من هون 1 سم وربع وهون 1 سم وربع، هذا الاصل. ولكن احنا بنستعيض بهذا الشيء كمان بنزود على وهي التركات او الاسطر، وبنحط على نهايه ال 120، يعني نهايه اللوح، قطعتين ترك او قطعتين اسطر. فهيك بكون يعني افضل انه مثلا القطعه الاولى ترك اللي هي وسط ال 60، بعدين نهاية اللوح اللي بيجمع مع اللوح الثاني قطعتين، واحد قبال واحد، عشان هيك بكون أقوى. يعني هاي زيادة على الهندسي، ولكن الهندسي خلص قطعة ترك 60 60 60 60 60 أو 60 60 60. مثل ما انتم شايفين هيك بنوزن قطعة الاستد أو الترك على ال 60 اللي هي وسط النقطة، وبعدين بنوزنها. ليش بنوزنها؟ احنا مش بحاجة ميزان اصلا، لكن بنوزنها عشان نشوف هل الجدار اصلا بالاصل فيه ميل، يعني هل هو مايل للجدار. لو مايل بيكون معنا الميزان في انحراف، ولكن بالاصل خلص 60 في 60. بعض الاحيان لما يكون في ميلان بالجدار بنقص من اللوح، بدل ما ان احنا مثلا نتلاعب بالحديد او نميل الحديد، لا بنقص من اللوح وبيطلع معنا 100%. هيك ركبنا القطعة الثانية اللي هي نهايتها 120، يعني الأولى لل 60 اللي بعديها 120 وسط ال 120. طبعا مثل ما انتم شايفينها بنوزنها، بنكربها برغي من كل الجهات، يمين وشمال فوق وتحت، عشان تكون ثابتة مع جسم الإطار. مثل ما حكيت لكم في بداية الفيديو،
بإمكانك إنك تسوي القواطع على 60 أو على 40 أو على 30، هاي حسب اتفاقيتك أنت والزبون، ولكن هذه الطرق كلها هندسية. بعض الأحيان بقول لك للزبون لا أنا بدي أثقل الجدار وبدي أخليه أكثر قوة، مش هالفرق الكبير، ولكن يعني هاي بتفرق بينك وبين الزبون من حيث المحاسبة، يعني كيف تتحاسب أنت والزبون. طبعاً هيك بنستمر بتجميع الفركات أو الاصطادات الموجودة، طبعاً بنقصها بتكون فايتة القطعة الفرك في الفرك يعني من فوق لتحت عشان يكون في عندنا مجال للبرغي يدخل وتكون ثابتة وما يعني متينة وقوية. بنستمر لآخر قطعة، طبعاً آخر قطعة ممكن أنها تكون النهاية مش 60، أكيد بدك تقص جزء من اللوح عشان يتم معك الرسم. وهاي هي القواطع يعني بشكل عام كل بلدان العالم بالطريقة هاي بتنشغل يعني ما. وهيك بنكون أنهينا تركيب حديد القواطع. في ناس بعض الأحيان بحطوا فواصل، أو إذا شفتوا إحنا حاطين فواصل بالطريقة البلدية اللي هي الطريقة القديمة اللي هي كنا عشان بدنا نشتغلها للسيراميك والبورسلان. طبعا هنا الواجهة الثانية كيف بدنا نركب اللي هي راسية الباب أو عرقة الباب. طبعا من هنا بنصفرها مع الزاوية على القياس اللي احنا بدنا اياه بدون ما ناخذ قياسها نهائيا، نرفعها صح 100%، وبعدين بنقص الزاوية من الجهة الثانية. يعني هاي الطريقة الأقوى لفتحات الأبواب. طبعا هاي بواجهة ثانية انا عملتها بس عشان اوضح لكم انها ما بدها اي شيء. بتحط الميزان بالطرف من هون تمام، وبتوزنها 100%. طبعا هون قاعد بصفر فيها، ما بهمني انها تكون ميزان او لا، لانه الميزان بالزاوية هو اللي بيرفع وبيعطيني قياس حقيقي 100%. بندبسها حكينا اذا عندك تريم برغي اسفين او فرد الطلقات حسب العدة الموجودة عندك اشتغل عليه، فما تتقيد بالعدة الموجودة عندي، في اشي متطور اكثر من اللي عندي وفي اشي اقل من اللي عندي، فمش اشي هيك قاعدين بنوزن فيه. ثنيناها من تحت عشان نعبيها براغي ويكون القاطع العلوي قوي جدا. هيك ميزة 100% بدون ما ناخذ قياسها. والان بنبلش نركب للواح على القاطع. مثل ما انتم شايفين الزاويه بنسكرها على الصفر 100%، وفي بروز من نهايه اللوح اللي هي 120 لما ركبنا قطعتين ترك او استد عشان يكون ماسك اللوح من هون ومن هون. لو حطينا قطعه واحده بكفي، وهذا الشيء هندسي وما بتتحاسب عليه. وهيك بنركب قطعة ترك عشان يمسك اللوح باللوح من الأعلى، عشان لما نيجي نشبر نعمل شبر أو شاش أو تيب كورنر الموجودة عندك، أدوات اللي أنت بتستخدمها للمعجونة. بس إحنا عشان ما نترك مسافة كبيرة. طيب لو سويت الترك بالعرض مثلا نفس جسم اللوح ومشيت فيه بيزبط؟ اكيد 100% بيزبط وممتاز جدا. وهي الطريقه نفس الاشي، مش هالفرق يعني. وهيك بناخذ قياسات ما تبقى من اللوح عشان نقصها ونركبها من فوق، لانه بعض الاحيان بكون اليمين اطول من الشمال والشمال اطول من
اليمين، لأنه مش كل الأسقف أو مش كل المعلمين بيشتغلوا الكتوبار شغل صح. هيك بنسكر القطعة هاي وبنجمعها. طبعا الأهم من هذا الإشي إنه ينشغل قواطع الجبسن بورد بشكل زجزاج. يعني أنا عملت قطعة من فوق باللوح الأول، اللوح اللي بعديه لازم تكون القطعة من تحت. يعني بأخذ قياس اللوح قديش مثلا 42 من فوق، بنزله من فوق بحط خط علام، بعدين بقص قطعة اللي هي من الأسفل. قبل شوية قصينا حطينا القصص من فوق، ولكن الآن حطينا القصص من أسفل عشان يكون الجبسن بورد بشكل زجزاج أقوى وأمتن وأفضل. طيب لو حطيناها مثل ما تقول هون مثلا نص وفوق نص، يعني مثلا نص، لا مش مبدأنا، احنا مبدأنا انه يكون في زجزاج بغض النظر انه كان اللوح كامل من فوق راكب او مش كامل. يعني نفس الاشي بنركب هاي القطع عشان تجمع اللوح باللوح، لانه المسافة عندي 60 سنتي، فبنضطر ان نركب بالطريقة وبنرفع اللوح كالمعتاد وبنركب. طبعا انت من الداخل بامكانك تزود حديد حتى من البداية، انه لتركب جنبه ترك مثلا كامل، مش شرط انه خلص ترك الاول 60 مثلا، اول 60 تحط ترك، بعدين تحط تركين، بعدين تحط ترك، بعدين تركين، بامكانك تحط الاثنينات حسب اتفاقك مع الزبون. ولكن هندسيا من البداية انه خلص ترك واحد، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ما بتتحاسب على اكثر منها. وستينات الاربعينات اجتهاد بينك وبين الزبون. امبارح عملنا فيديو لسقف معلق، وكان باللغة العربية الفصحى المكسرة، وكان في نوع من المزح عشان نخلق جو فكاهي بيننا وبين الشباب، وانه مش دايما هيك الجدية شوية متعبة. تمام، فاحنا حابين انه يكون في تنوع في الاسلوب الطرح والتواصل معاكم. طبعا هيك بنجمع الجبسن بورد ببراغي سيلف دريل سن ناعم، سن ناعم سيلف دريل سن ناعم للجبسن بورد مخصص، لانه في سن خشن للخشب. يعني كانوا يسالوني شباب، لا للخشب بيختلف عن برغي الحديد. بتمنى لكم الاستفادة اللي موجود على الفيسبوك، عندنا فيديوهات على اليوتيوب مختلفة بعض الشيء عن الفيسبوك، وعلى الفيسبوك عندنا بعض الفيديوهات مختلفة نوعا ما عن طرق اليوتيوب، طبعا على بيت الأحلام الديكور أكيد. أصدقائي اللي بحبهم وبحبوني كل الحب والاحترام لكم، إحنا من سنوات مع بعض انقطعنا عنكم شوي، ولكن إن شاء الله كل إشي بيتعوض إن الله عز وجل أمد بعمر. كل اللي بطلب منكم الدعاء، وفي كلمة تحت اسمها شكرا للي بحب يدعم ويقوي القناة. طبعا هيك إن شاء الله ميزان، وانهينا اللوح. الله يعطيكم العافية، وبنشوفكم إن شاء الله وإحنا مستمتعين على الفيديو الجاي. السلام عليكم.